معنا مشكورة السيدة وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس مسا. أستاذة وفاء مرحبا بك معنا. طبعا شفتي وتبعتي أكيد كيفاش ألوان العالم المغربي زينات واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب من بعد تألق الفريق المغربي خلال الدورة 30 من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات اللي أقيمت مؤخرا برواندا، وإحرازه للمرتبة الأولى من بين 32 دولة مشاركة. نعم شكرا. هو بالفعل الراية المغربية اجتاحت ماشي غير المغرب ولكن إفريقيا والعالم. احنا شفنا هالضجة يعني اللي أثيرت من بعد هذه النتيجة الجد متميزة للفريق الوطني. غير باش نذكر أننا احتلينا المرتبة الأولى كفريق بإحرازنا جوج ذهبيات وثلاثة الفضيات وبرونزية، ولكن ايضا احتلينا المرتبه الاولى عند الاناث مع تلميذه هبه الفرشيوي واللي خدت اللقب ديال ملكه الرياضيات، وهذا شرف طبعا وتوجت يعني على عرش الرياضيات في افريقيا. تهنئه وتبريكات للتلاميذ المغاربه وايضا للمدرسه المغربيه، يعني عمت اركان مواقع التواصل الاجتماعي، والاسم الاكثر ترددا كان هو هبه الفرشيوي التلميذه اللي توجت كيف ما ذكرتي ملكه الرياضيات الافريقيه واللي هي كتنتمي للاكاديميه ديالكم. بزاف ديال الناس بغاو يعرفوا شنو المجهودات اللي كديروا، ولا كيفاش كتوجدوا بحال هاد التلاميذ اللي كيشاركوا في حال هاد المنافسات اللي هي دوليه؟ واش كيكون شي برنامج خاص او مواكبه خاصه؟ نعم، بالنسبة لهذا الأولمبياد بغيت غير نذكر أن ماشي غير الأولمبياد غير في الرياضيات، ولكن كاين عدة محطات ديال لي زولمبياد. غير الأولمبياد ديال الرياضيات من طبيعة الحال هي كدوز على مراحل وكيكونوا استعدادات من طرف مؤطرين اللي كيأطروا هاد الوليدات، ولكن هذا مجهود من طبيعة الحال مجهود ديال المؤسسات التعليمية، مجهود ديال المؤطرين، ولكن أيضا مجهود ديال الأسر اللي كيواكبوا كيأطروا معنا هاد الوليدات. لأن كنرجعوا الان باش كنذكروا بالادوار الرئيسيه ديال الاسر داخل المنظومه التربويه وشنو هما الادوار اللي يقدروا يلعبوها. هاد التلميذه هذه تربت وترعرعت على الرياضيات لان الاب ديالها من اسره التعليم، يعني تربت في واحد الاسره ديال التربيه، وبالتالي لقات الحضن الاول الاسره من بعد ثقل هاد الموهبه ديالها تسقلات في المؤسسه التعليميه. ربما كنهضروا على هبه الفرشيوي لانها هي اللي كان اسمها كيتردد بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا اللي هي اللي حملت لقب ملكه الرياضيات في افريقيا، لكن كانوا ايضا معها تلاميذ مغاربه وحدين اخرين اللي شاركوا وبرزوا في هاد اولمبياد. نعم كانوا ثلاثه ديال التلميذات وثلاثه ديال التلاميذ. جوج ديال التلاميذ اللي حرزوا ميداليتين ذهبيتين منهم ابنه سوس العالمه هبه الفرشيوي، ولكن ايضا ايمن حاجفي. كانوا عندنا جوج ديال الفضيات اللي حرز عليهم زكريا درو وزينب الشرفي، وكانت عندنا واحد الميداليه اللي هي برونزيه اللي حرزت عليها مروه زيدوني. من طبيعه الحال ياسر ابو ياسر حتى هو حرز على ميداليه فضيه. اذا سته التلاميذ توجوا في هذه الدوره 30 للاولمبياد الافريقيه في الرياضيات. مشينا بسته ديال التلاميذ، سته ديال التلاميذ توجوا، وهذا معناه ان كاين عمل قاعدي اللي كيقوموا به الاساتذه الاطر التربويه والاطر الاداريه والمؤطرين بطبيعه الحال، ولكن هي منظومه مبنيه على التميز ونشتغل لخلق هذا التميز داخل المؤسسات التعليميه. احنا ما بغيناش يكونوا عندنا غير بعض العناصر، لهذا خريطه الطريق الان تنزل بواحد الشكل اللي كل تلميذ غيوجد الدات ديالو داخل المؤسسه التعليميه وغادي يتميز في مجال من المجالات، يعني مجال الرياضيات، الفيزياء، الفنون، الرياضه الى اخره. اذا المنظومه التربويه انتبهت الى ان هناك ذكاءات متعدده، ان هناك قدرات متعدده، وكيخص الحضن اللي هو المؤسسه التعليميه يكون حضن يتسع للجميع ويجيب على اسئله الجميع. هم فعلا هاد التلاميذ كيكونوا مفخرة للأسر ديالهم وأيضا للجهات ديالهم وللمغرب وللمدرسة المغربية. سيدة وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس مسا، شكرا جزيلا لك.